عودة للجرائم الأجنبية المروعة، اختفاء مفاجئ لامرأة معنفة من قبل الطريق ديالها اللي غادي يخلي أسرتها يكتشفوا نهايتها المروعة. ولكن الصدمة في هذه القصة أنها غادي تسجل نهايتها بمكالمة صوتية جد مخيفة. في نظركم واش يمكن تستمع صوت الضحية وهي في القبر؟ ما تستغربوش، قصتنا الليلة هي مأساة مؤلمة اللي وقعت في ولاية تكساس عام 2012 واللي كانت حقا صرخات جاية من القبر. فشنو وقع ذاك النهار؟ سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي ليك. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. اللي مازال ما خرج عطله في هذا الشهر اللي الاغلبيه ديال الناس فيه مسافرين، ما يبقاش فيكم الحال، راني حتى انا هذه الساعه منساكم غير الدار والحراره والحمد لله. وبهاد المناسبه ما كرهتش كل واحد فيكم يكتب ليا منين مدينه هو كيتابعني. وكما العاده اذا كنتي اول مره كتشوف الفيديوهات ديالي مرحبا بك، واذا كنتي من اهل الدار فراه الدار دارك. وما تنساوش انكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد اللي كنحط في بقيتها. اش بليكم لنبدا. صاحبة القصة اليوم هي ديانا، امرأة أمريكية جميلة، طباخة رياضية لحتمة الرقم القياسي في الجري، وكانت كتمارس ركوب الخيل وكانت كلها حياة ونشاط. ديانا من ديما كانت إنسانة مستقلة وكتخدم على راسها، كانت مركز الاهتمام المستمر في العائلة ديالها اللي كانت متماسكة. كانت هي الكبيرة ما بين زوج خواتاتها، تزوجات وولدت زوج بنتات، في الأخير ما غاديش تفهم مع الزوج ديالها وغادي تطلق منه. ديانا غادي تكرس حياتها في تربية بناتها على أكمل وجه. من بعد فترة غادي ترتبط بواحد الرجل اللي سميتو ديلفيكيو، غادي ترتبط زعما غادي يكون الخليل ديالها، ولكن دغيا غادي تكتشف فيه بلي أنه رجل عدواني وعنيف وكان كيغار عليها وكيضربها لأتفع الأسباب. غطلب منها عائلتها باش أنها تبعد منه، ولكن غادي ترفض وبقات متشبتة به وقالت لهم بلي أنها غادي تزوج به، ربما غادي يتبدل. وللأسف هذا هو التفكير اللي عند بحال بزاف ديال البنات اللي تيكونوا ضحية العنف وقلة الاحترام من الطرف الثاني. ولكن الأحلام ديال ديانا تبخرت مع الهوى. من بعد زواجهم عاد ما غادي يزيد ديلفيكيو انه يضربها وقدام بناتها المراهقتين، وحتى هما غادي يبدا كيهددهم بالقتل وماشي مره ولا زوج. ديلفيكيو ديما مع ديانا، فين كتمشي؟ مع من كدوي؟ علاش كديري ماكياج؟ اش هاد اللباس؟ كاع هاد الاسئله كانت تضيق منها ديانا. فوق هادشي كان كيضربها حتى كيسيل الدم منها. فبدات عائلتها كتلاحظ اثار الضرب والتعنيف عليها، فطلبوا منها ما مره ما زوج باش انها تفرق عليه. فشافت هذا الزواج بلي انه ما مسلكهاش غادي تقرر باش انها تفرق عليه، ولكن ما كانتش عارفه بلي انه واخا هكاك هو راه عمره ما غادي يعطيها اتساع. فكانت ديانا لما كتمشي للخدمه كتلاحظ بلي انه شي طوموبيل كانت كتبعها، فاش كتمشي للمارشي نفس الحاجه طوموبيل وحده اخرى كتبعها، حتى تاكدت بلي انه راجلها السابق هو اللي يدير لها هذه الحاله. حاولت أنها تدوي معاه بكل أداب واحترام على أساس أنه يعطيها اتساع، ولكن بدات يهددها بلي أنه ما غاديش يخليها أبدا وغادي يقتلها وغادي يقتل حتى بناتها. كانت ديانا كتعيش برعب وخوف مستمر، فقررت باش أنها تغير المسكن ديالها. ولكن المخيف في هادشي هو أنه هذا الطليق ديالها كان حاضي كل التحركات ديالها وكيتبعها وكيعيط ليها وكيصيفط لها حتى الميساج في التليفون ديالها. فاش هادشي زاد على حدو ديانا قررت باش أنها تمشي دير به شكاية لعند البوليس، وداروا تعهد على أنه ديلفيكيو أنه عمره ما غادي يقرب منها. ولكن واخا هادشي ما غاديش يحبس من أنه يبرصتها ويهددها ويتبعها، وهم يحبسوا شي ايام. من بعدها خرج ورجع من جديد للمطارده ديالها. فمركز الشرطه غادي يسجل مئات الشكاوي من ديانا في حق زوجها السابق، والاف اتصالات اللي قدمتها لمركز الطوارئ باش انهم يعاونوها. ولكن للاسف والغلط الكبير اللي كاين في هذه القصه هما انهم ما داروا والو، حيت يسحب لهم بلي انه هذا الامر عادي. فديانا عيات من هذه الحاله ومشات عاودت لعائلتها كل شيء. بدات كتخلي بناتها عند اختها وكتمشي لخدمتها باش تحافظ على السلامه ديالهم، وما كانش باغا لذاك الطريق باش انه يشوف بناتها، حيت بدا كيهددها بهم وعاود عاوتاني يرجع من جديد كيتبعها فاش تكون غاديه لخدمتها اولا في اي حاجه كتبغي دير. فمن العادات ديال ديانا انه كانت كتتصل بما كل صباح ويوميا لما كتكون غاديه لخدمتها، تتكون ما بين 10 ل 11 ديال الصباح باش انها تطمئنها عليها، فيكو انه امها عارفه بلي انه ديلفيكيو كيتبعها. ولكن واحد الاحد المشؤوم ما دواتش ليها، بدات امها كتسنى الوقت باش انها تعيط لها ديانا، ولكن والو، غادي تهز تليفونها وغادي تدوي ليها حتى حد ما كيجاوب.
حاولت باش انها تقنع راسها الام بلي انه كل شيء بخير وبلي انه غادي تكون غير مشغوله، غادي يدوز اليوم الثاني ولا اثار لديانا. بنتها بداو كيتقلقوا حيتاش امهم ما كتجاوبهمش، وهم يطلبوا من خالتهم وجدتهم باش انهم يمشيوا للدار عند امهم باش يطمئنوا عليها، ولكن الجده طلبت منهم باش انهم يصبروا حيتاش تقدر تكون ديانا مشغوله بالخدمه، غادي يجي اليوم الثالث ما بقاش عندهم علاش يصبروا، غادي يمشيوا للدار ديال ديانا. فكل من فيكي وكارليتا اللي هما الخواتات ديال ديانا وامها وبناتها، لما وصلوا للدار من الخارج كتبان لهم بلي انه الامور هاديه ونقيه وكل شيء بخير، فحاولوا باش انهم يدقوا لكن حتى حد ما كان تيجاوبهم. طلعوا من الشراجم ولكن ما كانوش تيشوفوا مزيان حيتاش كان مدرقهم شي خاميات اللي كانوا بحيله فازكين بالماء، فما قدروش يشوفوا اشنو واقع ولا كيفاش داير الوضع لداخل. شويه غادي يلاحظوا باللي انه كاين واحد الماء خارج بحال شي واد من الكراج ديال الدار، هنا فين غادي تتصل الام ديال ديانا مع السلطات باش انهم يجيو يحلوا هذا المشكل. عيطت على 911 وقالت لهم باللي انها محتاجه لشي حد يجي حيتاش هذه 3 ايام بنتها غابره، وبلي انا راه كتسمع الكلاب لداخل كينبحوا ولكن حتى حد ما حل ليها الباب، وبلي انها محتاجه البوليس يجيو ديك الساعه. ديك اللي كانت مكلفه انها كتجاوب في التليفون قالت لها Have you called all the jails and hospitals? No, I have not. Ma'am, can you just send the police over here? No, ma'am, you have to do this first. اخت ديانا قالت لمها قطعي التليفون، انا غادي نهرس الباب، ركله وحده غادي تحل بها الباب نتاع الدار. ديك اللحظه غادي تنبع واحد الريحه حاشاكم كانت خانزه من الدار، وكانت الدنيا خارقه مياهات، كلهم غادي يغطيو نوفهم. كتقول اختها اخت ديانا عمرني ما شميت ريحه الموت بحال داك النهار، كان ظاهريا تتبان الدنيا بلي انه نقيه ولكن كان الماء في كل شيء منتشر. الام كانت كتقول اشنو هادشي اللي واقع، اش هاد الحاله. فيكي وكارليتا اللي هما خواتات ديانا غادي يتبعوا منين جاي الماء اللي غادي يديهم من غرفه النوم ديال اختهم ديانا. الام ديالهم تبعتهم ودفعت الباب ديال البيت وقلبها بغى يطرطق بالخلعه من داك الشيء اللي فراسها ليكون بصح. البيت كان كله مقلوب راسا على عقب، وحتى من الكوافوز والمجوهرات مقلوبين في الارض، كان مشهد قتال وحشي. اختها عاودت عيطت على البوليس وقالت لهم بلي انه شي حاجه وقع هنا وبلي انه البيت كله مقلوب. قالوا لها بلي غادي نصيفطوا لكم البوليس وطلبوا منهم باش انهم يخرجوا على برا. Okay, ma'am, I'm sending police. Don't. I need everybody back outside. فمازال ما قطعوش المكالمة، فيكي وعائلتها غيتير انتباههم شي حاجة في الدوش ماشي حتى لهيه، وهنا غادي يكتشفوا المأساة. What is it? Miss Cook. فيكي ما قدرتش تجاوب على داكشي اللي شافت، قطعت المكالمه. ديانا كانت في حوض الاستحمام اولا في البنوار ديال التواليت اللي كاينه في وسط غرفه النوم ديالها، واللي بدا الجسد ديالها كيتحلل ومن داك البنوار خارج الماء وسحف كاع الدار. ديانا كانت ميته. الام في هذه اللحظه بدات كتغوت. غادي يعاودوا الاتصال بمركز الطوارئ كيغوتوا باش انهم يطلبوا النجدة منهم. عائله ديانا كانت متيقنه بلي انه تقتلات وما كانش هادشي حادث، وبلي القاتل هو شخص واحد واللي هو داك الزوج ديالها السابق ديال فيكيو اللي تهدد فيها وكيضربها، وللاسف البوليس ما داروا حتى شي حاجه باش انهم يساعدوها. كتقول الام بلي لما عرفت بالمقتل ديال بنتي الكبيره ديانا فكرت ديك اللحظه بالانتحار، ونفس الحاجه مع بنات ديانا حاولوا باش انهم ينتحروا حزنا على الفراق ديال الام ديالهم بديك الطريقه. والكارثه هي انه 911 غادي تكتشف بلي انه وصلوها عشرات من التسجيلات اللي تلقاها المركز ديال الطوارئ وعشرات الاتصالات للتسجيلات باستنجاد ديانا، ولكن للاسف حتى حد ما تسوق لهذوك المكالمات. ديانا كوك عاشت في خوف لسنوات، كتقول الام ديالها بلي انه قدمت بزاف ديال الشكاوي للبوليس ولكن ما داروا حتى شي حاجه. نهار فاش تقتلات عيطت ديانا 911، ولكن في ديك اللحظه كانت كدافع اولا في لحظه هجوم باش انها تحمي راسها. ولكن واحد شويه غادي تحول ديانا الانسانه اكثر خوفا وغادي تبدا تترتبك. بيبي
في هذه اللحظه ما كانش عارف ديال فيكيو بلي انه ديانا كتسجل في المكالمه ديالو لل911 على التليفون ديالها. من بعد غادي خنقه وخلفيه الصوت كانت يتسمع الصوت ديال الماء. شويه غادي يجي واحد الهدوء لمده 15 دقيقه وتبين بلي انه ديانا في هذا اليوم كان عندها صعوبه باش انهم يحددوا المكان ديالها، ولكن بما انه اتصلت عن طريق التليفون ديالها بورتابل وكان خط ارضي غادي يعرفوا بلي انه غادي يعرفوا بالضبط منين جات المكالمه. فعلا غادي يصيفطوا هذا الاتصال لواحد الفريق اللي هو بدوره غادي يعرف منين جات المكالمه، اللي غادي يحددوها مع مكالمات واحد اخرين والتواريخ ديالهم باش يعرفوا منين بالضبط. المهم من بعد 50 دقيقه يا ساده يا كرام عاد غادي يوصلوا البوليس، ولكن بلاتي غادي يدقوا غادي يطلعوا من الشراجم فاش ما جاوبهم حتى شي حد وباليهم بلي انه الامر هانيه غادي يمشيو فحالهم. علاش ما تعطاش لهاد المكالمه الاولويه او الاهميه اللي كتستحقها؟ الله اعلم. البرنامج من جبت هاد القصه غادي يستوجبوا فيه واحد اللي مكلفين بهذا السيستم اللي غادي يقول لهم بلي انه حتى هو ما عرفش علاش فشلوا باش انهم يحتقوها، ولكن اكد لهم بلي انهم غادي يرجعوا لها حقها واخا ماتت. في تقرير الطب الشرعي تاكدوا بلي انه ديانا تقتلت خنقا من بعد عاد تغرقت في الماء. غادي يقبضوا على الزوج السابق اللي هو ديال فيكيو اللي غادي ينكر انه قتل ديانا وبلي انها عندها سوابق وكتعاطى المخدرات ومريضه نفسانيه. ولكن وماذا عن التسجيل اللي تسجل فيه بلي انه ديانا كتعيط بسميتو تكون كتهلوس مثلا؟ لا، غادي يواجهوه بهذا التسجيل الاخير اللي شهد قتله لديانا. غادي يتفاجئ ما غاديش يجاوبهم، ولكن اثناء المحاكمه غادي يشغلوا مكالمات ديال ديانا وكانت عائلتها كلها مأثره وكتبكي واللي كانت حقا صرخات من القبر. ديال فيكيو ما كانش مسوق وكان بارد ظاهريا، انسان غيور ومسيطر، واذا ما نجحش باش انه يسيطر عليها فانه فضل باش انه يقتلها، وهذا الشيء اللي كان. ديال فيكيو ما تسوقش وبلا حشمه ولا حيا دار واحد الحركه لا اخلاقيه البنت ديانا اثناء الشهاده ديالها. انسان بدون روح ولا ضمير، هاد الشيء باش وصفاتو الام ديال ديانا. في الاخير غادي يتم الحكم عليه ب 85 سنه ديال السجن. وتخيلوا بسبب هاد الحادث ديال ديانا الولايه ديال دالاس غادي تبدل اولا تجدد نظام الاستجابه ديال 911 كله، وبالاتصالات نتاع القضايا ديال العنف المنزلي غادي تولي تعطى لهم اولويه اعلى واستعجال في هذا المركز. اما العائله ديال ديانا غادي تحل واحد المؤسسه باسم ديانا فويس او لا صوت ديانا اللي غادي يساعد النساء المعنفات او لا عائلات الضحايا بحالها. واللي غريب في هذه القصه انه صاحبه مكالمات الطوارئ غادي تواجه انتقادات بزاف، ومن بعد ما كشفوا على الاسم ديالها غادي تستقل وغادي تهرب بعيدا واعترفت باللي انه حتى هي كانت ضحيه العنف. داكشي باش ما عطاتش اهميه لهذه القصه، ما فهمتش هناك تناقض في هذه القضيه والله اعلم. هاد خليو تعليق في التحت وتقول لي واش فايت لكم سمعتوا بحالات شبيهه بقصتنا اليوم. واخا ما كتلاش بشي جريمه ولكن على الاقل كيكون كيتاذى داك الطرف الاخر. ما تنسونيش دائما من التشجيع. دمتم في رعايه الله وحفظه. نتلاقاو في مقاريب. سلام سلام.